قوله تبارك وتعالى أياما معدودات، هذا جمع قلة، وجمع يفيد القلة ووصف للأيام، ويدل هذا على سرعة، كما يقول بعض المفسرين، يدل على سرعة انقضاء أيام الشهر وأن أيامهم معدودة. قالوا لأن القليل يعد والكثير لا يعد، وصدقوا. صحيح، نعم، القليل يعد، ما إن سبحان الله يوم تمضي العشر الأول من رمضان وندخل في العشر الأوسط ما أسرع مرورها، تمر بسرعة كما يقول بعضهم، حتى نزدلف ونصل إلى العشر الأواخر وهي أفضلها. فعلى كل حال قالوا إنه دليل على قلة هذه الأيام وعلى سرعة انقضائها. قالوا لأن القليل يعد والكثير لا يعد، والله سبحانه وتعالى قال أياما معدودة.